أحمد حرقان يدافع عن عبد الله رشدي في القضية الأخيرة، قضية جيهان العراقية والادعاءات والادعاءات المتبادلة وهذا الأمر، وهنحاول نعلق على هذا الموضوع. هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. طبعا انا بتابع قدر الامكان اليوتيوب من فتره لاخرى يعني لكل المواقع، فكان بيجي لي ساعات حلقات لاحمد حرقان، فجت لي حلقه فشفتها اظن من عدة ايام، فهو خرج للمدافعه عن عبد الله رشدي في موضوع الفتاه العراقيه. هو مش اقر او أدان يعني، هو ادان التشهير بحد ذاته او ادان الخوض في الحياه الشخصيه، وانا بقول شابوه لاحمد حرقان، يعني هو موقف جيد، وبيقول زي ما احنا بنرفض التشهير بينا كتنويريين، هو برضو لازم نفرق، هو في تنويريين من مربع الالحاد زي احمد حرقان، وفي تنويريين كتير من مربع الايمان اذا كنا بنتكلم عن ابراهيم عيسى او خالد منتصر او غيرهم من الناس يعني. فدول بقدر الامكان بيحاولوا يغيروا من ثقافه المجتمع، يتكلموا ان احنا حصل لنا مشكله في الاربع عقود الماضيه، عايزين نتحرر، عايزين نبقى دوله ديمقراطيه حديثه، دوله مواطنه تحترم المراه وهكذا. هو كان دفاع عبد الله رشدي، قال انا يعني حتى انا مش بكره عبد الله رشدي، قال انا بكره افكاره. احمد حرقان كان كلامه في الفيديو ان انا بكره افكاره لانها افكار راديكاليه متطرفه بتحض على العنف، بتحض على الفتنه والكلام من هذا القبيل. وبعيدا بقى عن اتهاماته للقناة اللي أثارت الجدل أو ما شابه ذلك، ولكن في النهاية هو بيقول دي أمور خاصة، ونركز أمورنا في مواضيعنا التنويرية اللي هي زي ما هو قال إن إحنا ضد الأفكار الراديكالية، ضد العنف، ضد الإرهاب، ضد التطرف، ضد الدولة الدينية بكل مفاهيمها ومفاهيم الشريعة وما شابه ذلك، وما نخدش في معارك جانبية تعتبر شخصية. طبعا انا كنت في فيديوهين اتكلمت عن الموضوع، عن موضوع عبد الله رشدي والمراه العراقيه اللي هي جيهان. في المره الثانيه رفضت ان هو اتباعه يخلوها فتنه طائفيه، وان البنت دي مسيحيه وبتحاول، فانت كده خليت بقى ان الاسلام بيحارب المسيحيه واسد الاسلام ومش اسد الاسلام، وجسدتوا الدين واختزلتوه في عبد الله رشدي واصبحتوا ايه بتعملوا فتنه طائفيه. فده كان احد الفيديوهين. والفيديو الاولاني انا ما يعني لو اتفهم مني ان انا بقول ان هذا حدث او ما شابه ذلك فبعتذر عبد الله رشدي او بعتذر لمتابعيه. بس انا اللي انا قلته ان القصه في النهايه في ادعاء، وقلت ان هو تم ذكر اسمين من الازهر، وان هو المفروض يخرجوا يبرعوا عبد الله رشدي ويتكلموا عن موضوع الفقه بقى بتاع موضوع الخطوبه بالتليفون. واللي ازعجني ان كان في كلمه في النص، لان هو دي كانت قضيه مثاره قديما في التلفزيون برضو، فكره الهبه، ان واحده توهب نفسها لواحد فدي تعتبر اما، ودي بقى دي فوق الاربعه. فانا بتكلم عن قضيه فقهيه بعيدا ان ادعاتها صحيحه او غير صحيحه، ده موضوع مش قضيتنا، ولا نحب ان ندخل في امور شخصيه. وعلى فكره هو من الناحيه الفقهيه الكلاسيكيه، كان ناحيه فقهيه عبد الله رشدي ما عملش حاجه غلط، الست اتجوزها وهو نفسه بيقول مفيش حاجه اسمها اعتداء زوجي او مفيش حاجه اسمها عنف زوجي، وهي نفسها قالت انها بعد كده مشيت معاه، وان هو الموضوع ما وصلش للاغتصاب، يعني هو اتعامل معاه بعنف شويه يعني، او حاول معاه بدرجه من درجات العنف، ولكن ما وصلش لفكره الاغتصاب الكامل زي ما هي قالت. والدليل انها بعد كده مشيت معاه 3 4 ايام وهيتكلموا مع بعض، وان هي كانت جايه برغبه الزواج بس عايز تعرف عليه الاول يعني وما شابه ذلك. فهو من الناحيه الفقهيه ده جواز. ولو انت بقى سالتني عن رايي الشخصي عن التكنولوجيا الحديثه في الجواز، انا نفسي اقول مفيش مشكله. ايه المشكله دلوقتي ان واحد واحده في الامارات او في دوله خليجيه او في دوله اجنبيه وهم عايزين يتجوزوا بالطريقه التقليديه، العلم الحديث بيوفر لهم ده، بيوفر لهم ان هم يعملوا لقاء زوم، يبقى موجود فيه ابو العروسه وابو العريس وام العروسه وام العريس وهكذا موجود، وربما مأذون يكون موجود بالزوم، وكل المراسم تتم ويتم هم يعني يتعامل المأذون مع الزوم، مع حضرتك ابو العروسه انت وكلته، طب قول كذا 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 الصيغه الكلام ده ويكتبها وكله تمام. ايه المانع ان احنا نستخدم التكنولوجيا الحديثه في الزواج بدل ان الموضوع فيه يقين وبس مباشر، وابو العروسه موجود، يا عم ده ابوك، اه ده ابويا، دي امي، دي امي، طب هات البطاقه الشخصيه حطها لنا على الشاشه، صورها لنا، ابعتها لنا سكينر، كل حاجه زي الفل، يعني كل الاثباتات والدلائل والورق ممكن يكتمل عن طريق الزوم. فانا شخصيا ان التكنولوجيا الحديثه نستخدمها
في امورنا الحياتيه بما فيها الامور يعني بين قوسين الشرعيه، انا شايف ان هو ايه لا مانع من ذلك. ما الناس كلها دلوقتي بتجيب ناس تتكلم وهو في مكان والتاني في اقصى العالم عن طريق سكايب او عن طريق ايا كان من كل هذه مواقع التواصل او عن طريق الزوم، كل ده وبيعلقوا في البرامج وبيتخشوا في نظرات وكل حاجه. ما احنا كلنا بنستخدم التكنولوجيا حديثه، ما فيش مانع فقهي انا شخصيا من وجهه نظري ان هو طبعا ضد العنف الزوجي او ضد الاغتصاب الزوجي، قضيه الفقهاء بايدوها او ومنهم عبد الله رشدي، ده موضوع تاني. انما هو يعني التهمه بتاعت جيهان من ناحيه الفقه بتاعهم ما فيهاش اي تهم، ده جواز. والعنف الزوجي انا ضده بس هم معاه، يعني قصدي دي الفكره. فانا ما اتهمه باي شيء ولا مشاهر. هو القضيه ليست قضيه زنا، القضيه ليست قضيه يعني حاجه اخلاقيه خارج حدود ما يطلقون عليه الفقه، اللي انا ممكن زي ما قلت ضد موضوع الاغتصاب الزوجي، بس هم معايا يعني انا قصدي دي الفكره. بس بشكل عام فعلا المفروض نخفض بين موضوع الدخول في الامور الشخصيه، ان دي مش مهمتنا، انما مهمتنا واضحه ان احنا بنحاول بقدر الامكان نقول افكارنا، رغبتنا في دوله مدنيه حديثه فيها مواطنه كامله، ما فيهاش عنف فكري، ما فيهاش عنف لفظي، ما فيهاش تكفير، ما فيهاش احتقار، ما فيهاش استعلاء ضد فكره الخلاص الحصري، وان ربنا بياخد الناس بالعمل الصالح. وده يخليك كمان للمسلمين اللي موجودين في العالم، اللي جنبه هندوسي في الشغل وربما ساكن معاه في السكن وهو شايفه شخص كويس او ما اعرفش ايه وكلام من ده، وقت حتى انا شايف العلاقات الزوجيه يعني حب واحده هندوسيه ما يتجوزها يا عم، ولا حب واحده يعني غير مسلمه ولا حتى غير كتابيه. انا شايف كل هذه التعقيدات الفقهيه الزمن سيتجاوزها. احنا بنتكلم عن علاقات انسانيه، الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها اختلف وما تنفر منها اختلف. وكنت أنا حكيت كده قبل كده عن واحد قريبي كان هيتجوز هندوسية ويعني حصل دوشة، بعد كده اتجوز مصرية مسلمة، وبعد كده أهله قالوا يا ريته كان اتجوز الهندوسية، يعني المهم يعني بشكل أو بآخر. فأنا قصدي خلوا لأن خلاص احنا بنتكلم في مجتمع معولم، الناس بتعمل علاقات منفتحة، ليه تحددوهم بالحلال والحرام الفقهي الضيق القديم اللي هو ممكن قدر الامكان نغيره ونعدله ونخلي الانسان متصالح مع نفسه ومش بعيد عن الدين ولا حاجه. واحد عايز يتجوز ويعمل اسره نفترض، او واحده يعني قصدي مواضيع بالنسبه لي فيها مجال للانفتاح اكثر من الفقه التقليدي القديم اللي بيدعى ان هو شريعه ملزمه وممتده والعبره بعموم اللفظ. بخصوص السبب كل هذا لابد ان احنا ننفضه ونصنع فكرا انسانيا متسامحا عقلانيا يستطيع الإنسان أنه يتعايش، سواء كان في مجتمع غربي في أقلية مسلمة أو في مجتمع مسلم حتى في أقلية غير مسلمة. لازم الشخص يبقى إنساني أكثر منه مسلما. ما ينفعش تحت دعاوى الدين أو تحت دعاوى التدين أن تكون عنيفا، أن تكون مستعليا على الآخرين، أن تكون لا إنسانا ومحقرا من شأن الآخرين. أي قيم غير إنسانية بالتأكيد هي غير دينية وغير ربانية. أنا دي قناعتي الشخصية. الله سبحانه وتعالى بيتكلم عن العداله بشكل عام، لو بنتكلم عن الشريعه كقيم عليا، عداله، تسامح، المساواه كلنا عايزينها. المشكله ان تطبيقها نسبي فبنحاول نطبقها بشكل او باخر. ولو اتكلمنا على التطبيق النسبي فان الدول الكافره بين قوسين يعني لو اتكلمنا انها كافره هي تطبق هذه القيم العليا النسبيه اكثر مننا. وده اللي قاله محمد عبده او قاله سنوسي لمحمد عبده، جئت من اسلام بلا مسلمين لمسلمين بلا اسلام. وطبعا المقوله دي حتى نفسها فيها شخصنه وفيها استعلاء بالدين وكان الاخلاق كلها موجوده في الاسلام. فعايز يقول لقيت ناس عندهم انسانيه، عندهم اخلاق، وطبعا الانسانيه والاخلاق مش محصور على المسلمين. بالعكس لو بنتكلم القيم اللي موجوده حاليا هم اقل الناس تمسكا بالقيم وبالانسانيه وبالاخلاق بشكل عام، يعني موضوع بشكل عام الدول المتخلفه العالم الثالث دايما بتبقى اقل في المستوى الاخلاقي من المجتمعات المتقدمه. فالانسانيه قبل الدين. والله مع الإنسانية، عدم الاستعلاء على الناس، التعامل معهم برفق، الابتسام، يعني كل الأمور الإنسانية اللي احنا ممكن طبعا كبشر منخالفها بشكل أو بآخر حسب ثقافتنا وحسب معتقداتنا وحسب قيمنا، بس بنحاول نقول إن ده غلط، بنحاول نتخلص من أي قيم غير إنسانية أو غير عادلة أو ما فيهاش مساواة أو ما فيهاش تكافؤ فرص أو ما فيهاش عدل بشكل أو بآخر. هذا موضوع حلقة النهاردة. لو عجبك الفيديو شيره واشترك في القناة لو مش مشترك، ولايك للفيديو عشان يصل لعدد أكبر من الناس. شكرا جزيلا، ونكمل في حلقات لاحقة.